قصة وعبرة. يحكى أن إمبراطورا صينيا إذ اقترب دنو أجله دعا شعبه وقال لهم: أنتم تعلمون محبتي لكم واهتمامي بكم، لست أريد أن أسلم الإمبراطورية لأحد أبنائي، وإنما لمن يصلح لتدبير أموركم بأمانة وإخلاص، وأود أن أختار لكم من يصلح للإمبراطورية. استدعى الإمبراطور كل الشبان وقال لهم: سأعطي كل واحد منكم بذرة تزرعونها وتهتمون بها، وفي العام القادم تقدمون لي ما ينبت منها، وأنا أختار منكم من يصلح للمملكة.